السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا البيومي من قناة انجليزي اونلاين. اهلا بكم حبايبي ابطال الصف الخامس الابتدائي في فيديو النهارده باذن الله هحل معاكم اسئلة التقييم الخاصة بالاسبوع الرابع. وقبل ما نبدا كده باكد عليك ضروري جدا ما تنساش تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجانا في قناتنا وتفعل زر الجرس ده لو بتتابعنا على اليوتيوب. لو بتتابعنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو للصفحة وتعمل كمان شير كتير للبوست. يلا بينا كده بقى نبدا حل الاسئلة وركز قوي معايا. I love squash. أنا بحب السكواش. I use my to play it. بستخدم إيه عشان ألعبه؟ بستخدم أكيد حاجة اسمها rackets اللي هو المضارب. rackets. Polluted water. المية الملوثة destroys wildlife in. بتدمر الحياة البرية فين؟ يبقى المية الملوثة بتدمر الحياة البرية في الأنهار. مش كده؟ يبقى rivers. هداية is good at sports. هداية جيدة في الرياضات. She is a famous. وبالتالي هي ايه؟ هي رياضية. والرياضي يعني athlete. رياضية مشهورة. He likes to play on the pitch. وكلمة pitch معناها ملعب كرة القدم. وكرة القدم يبقى football. اما هنا بقول لي هداية ملاك on April 21st 1993. يبقى عاوز اقول ان هي اتولدت في 21 ابريل. طيب ولد يعني ايه؟ لما تيجي تقول ان فلان اتولد بتقول was born. دايما نقولها كده was born. ده لو كان شخص واحد. لو اتنين مثلا ولا جمع نقولها were born. were born. خلاص؟ طيب يبقى نستخدم هنا was born. Number six هنا بقول لي they need a tennis to practice a lot. يبقى بيحتاجوا ليه التنس ايه؟ طبعا عشان يتدربهم يبقى في حاجة اسمها tennis court اللي هو ملعب التنس. tennis court. طيب هداية. The bronze medal at the Rio Olympics in 2016. يبقى عاوز اقول ان هي فازت بالميداليه الذهبيه الفضيه سوري اللي هي البرونزيه في اولمبياد ريو دي جانيرو في البرازيل في 2016. طبعا الكلام ده في الماضي ان وسنه ماضيه يبقى استخدمي 1. Take shorter to save water. يبقى بقول لك خد ايه قصير عشان توفر الميه بقى اكيد يقصد الشاورز. طيب منى is bad at وجاب هنا كلمة money. طيب كلمة bad at good at great at كلها بتيجي بعدها اسم أو فعل في ing يبقى استخدم saving فعل في ing يبقى هي سيئة في توفير المال. She practicing at the age of 7. يبقى عاوز هنا يقول لك طبعا at the age of 7 دي في عمر 7 يعني وهي كان عندها 7 سنين يبقى الكلام ده فين؟ في الماضي مش كده؟ وبالتالي استخدم الفعل الماضي هنا اللي هو began يبقى بدأت تتدرب او بدأت تدريب في عمر 7 began. نشوف الجزء اللي بعد كده بقول I wear my karate to do karate ايه؟ يبقى بالتالي هنا عاوز يقول ان انا بستخدم البدلة بتاعت الكاراتيه عشان امارس لعبة الكاراتيه وطبعا بدلة يعني سوت. يبقى بالتالي حاجة اسمها ايه؟ كاراتي سوت اللي هي بدلة الكاراتيه. I use my rackets to play. بقول لك انا بستخدم المضارب بتاعتي عشان العب ايه؟ طبعا الراكتس دي خاصة بلعبة الايه؟ سكواش او التنس طبعا. احمد wears his when he goes to play football. عندما يذهب للعب كرة القدم يبقى بيلبس حاجة اسمها بوتس اللي هو حذاء كرة القدم بوتس. هداية ملاك began بدأت ايه؟ at the age of 7. لسه حالين جملة شبهها بس هو كان بيخليني ان احنا نختار began. وكلمة began عامة الفعل began اللي هو يبدأ ده او ماضي اللي هو began بيجي بعده فعل في ing. يبقى استخدم يا اولاد practicing عشان اقول انها بدأت تدريب في عمر 7. She is helping her grandma in the kitchen. لو تيجي تبص هنا طبعا هنا عاوزني استخدم good at عشان اقول ان هي جيدة في مساعدة جدتها في المطبخ وجيد فيه يعني good at. I wear my to go swimming. طيب ركز معايا بقول لك عشان اذهب للسباحة يبقى ايه الاداة اللي بستخدمها وانا رايح السباحة بالظبط كده حاجة اسمها goggles اللي هي معناها نظارة السباحة. We have tennis in our club. يبقى عندنا ايه تنس ايه؟ تنس courts ملاعب تنس في النادي بتاعنا. He is good at kicking a ball on a pitch. Pitch يعني ملعب كرة القدم
وكيكنج يعني شوط الكرة، يبقى بالتالي دي رياضة الايه؟ فوتبول. Don't throw، بقول لك لا ترمي in or near a pitch، لا ترميها في الشاطئ في الميه ولا ترميها بالقرب من الايه؟ بالقرب من الشاطئ. يبقى اكيد يقصد هنا لا ترمي القمامه والزباله اللي هي garbage. He playing taekwondo at the age of 8، في عمر الثامنه. يبقى عاوز برضو نفس الكلام، يبقى لما اجيب لك الصيغه دي بتاعت في عمر كذا، يبقى استخدم الفعل began في الماضي، لان يعني دي اولاد بتشيل الايه؟ للماضي. وحلينا واحده شبهها من شويه. تعالى كده نحل كده اللي هو التقييم الاسبوعي، تمام، الخاص بيه، ونشوف النموذج اللي هو ايه. وهنا بيقول لي في نمبر 1 كده بيقول لي وات، عاوزني طبعا احل سؤال الترتيب، يبقى هبدا هنا ب وات. ركز معايا او انت بترتب السؤال، يبقى هحط هنا كلمه الاستفهام، فعل مساعد هنا اللي هو دو، ده ترتيب السؤال اللي هتمشي عليه على طول اهوت. بعد كده السبجكت اللي هو الفاعل اللي هو يو، وبعد كده الفعل الاساسي اللي هو وير. فمعنى الجمله لحد دلوقتي او السؤال، ماذا انت ترتدي؟ What do you wear؟ لكي تلعب، يبقى to play football. ماذا ترتدي لكي تلعب كره القدم؟ ده معنى السؤال. نشوف نمبر 2، هنبدا هنا بمين؟ ب السبجكت، دي جمله عاديه اهيت، يبقى هبدا بالسبجكت هدايه، وبعد السبجكت الفاعل، بحط الفعل. الفعل هنا اللي هو مين؟ wants، يبقى هدايه هدايه تريد. wants wants بيجي بعدها تو المصدر، wants to بعدها فعل تاني في المصدر اللي هو win، يبقى wants to win، تريد ان تفوز ب a golden medal، عاوزه تفوز بالميداليه الذهبيه medal. I إيه بقى؟ I like بعد الفعل الفعل. I like حاجة اسمها إيه بقى؟ high kicks، ودي بتبقى في الكونغ فو، لعبة الإيه؟ الكونغ فو. I like high kicks، بحب الضربات العالية. best أفضل أفضل شيء أو أكثر شيء. هداية طبعا هنا عاوزني أبدأ بهداية، لا مش هبدا بهدايه هنا يا اولاد، دي خطا. انا هنبدا طبعا لان ده سؤال، يبقى هبدا ب وات، وبعد كده داز، عشان اقول ايه بقى؟ وات داز هدايه دو ناو. هتقول لي يا مستر ده هو جايبها داز، اقول لك دي خطا مطبعي، المفروض نشيل ديت، تمام. يبقى احنا هنشيل ايه؟ الاي اس هنا، عشان المفروض لما نستخدم هنا داز او دو او ديد بيجي معاها مصدر الفعل، يبقى اقولها وات داز هدايه دو ناو، ماذا تفعل هدايه الان؟ ديرتي ديرتي ايه؟ ديرتي ووتر، يعني الميه المتسخه، ده الفاعل. احط بعد كده الفعل المساعد اللي هو كان، وبعده الفعل الاساسي ميك، لان كان بيجي بعدها فعل في المصدر. يبقى اقول لك ايه؟ كان ميك children، بتجعل الاطفال ill، مرضى. المياه اللي هي القذره او المتسخه بتجعل الاطفال مرضى. طيب نشوف النموذج B. طبعا مهام الاداه الخاصه بالاسبوع الرابع جايه في صوره ايه؟ ترتيب. فنمبر 1 كده بيقول لنا برضه هتكون سؤال what، الفعل المساعد هنا يبقى what do you، وبعد كده الفعل الأساسي اللي هو use، يبقى معناها ماذا أنت تستخدم لكي تلعب. يبقى ممكن يجي يقول لك إيه؟ ماذا ترتدي لكي تلعب، ماذا تستخدم لكي تلعب، وهكذا. يعني نفس المثال ده إحنا كوناه فوق من شوية، قلنا what do you wear to play، هنا what do you use to play squash، ماذا تستخدم لكي تلعب إيه؟ السكواش. she طبعا حليناه كتير كذا مره ديت، يبقى نقول شي began بعد الفاعل الفعل، والفعل هنا فعل ماضي اللي هو began، يبقى هي بدات. وقلنا began بيجي بعدها الفعل المضاف له ing، يبقى practicing، يبقى هي بدات ايه بقى؟ بدات تدريب، انها تتدرب، يعني تتدرب ايه بقى؟ الرياضه اللي بتمارسها، او بدات ممارسه. هنستخدمها هنا مثلا بمعنى ممارسه اللي هي ايه؟ تايكوندو.
في عمر السابعه يبقى at the age of 7. في عمر السابعه. طيب polluted المياه الملوثه يبقى بنقولها polluted water. water المياه الملوثه مالها بقى؟ بتدمر. يبقى بعد الفاعل حط الفيرب، حط الفاعل اللي هو يدمر اللي هي destroys. بتدمر ايه؟ الحياة البرية اللي هي wildlife. in rivers في الانهار. طيب نشوف اللي بعد كده number four. هنبدأ بمي ودي صفة ملكية، بحط بعدها my. طبعا دي من اسهل الجمل اللي المفروض كلنا حافظينها، لما تيجي تعبر عن حاجه مفضله ليك بتقول ماي فيفرت، وبعدين اسم الحاجه ماي فيفرت كولر، ماي فيفرت سبورت، ماي فيفرت سبجكت، وهكذا. يبقى ماي فيفرت سبورت از سكواش. ودي الجمله دي بتيجي كتير قوي في الامتحانات حتى في نص السنه. رياضتي المفضله السكواش. هنا هيجي يقول لي ماي حاجه اسمها كاراتي سوت، بدله الكاراتيه. ماي كاراتي سوت، my crotch suit is white. بدلة الكراتيه بتاعتي لونها white، أبيض. آخر نموذج معانا هو النموذج C. نشوف كده number one. وقبل ما نبدأ كده ونكمل الحل، باكد بس عليك ضروري جدا ما تنساش، ضروري جدا تدوس لايك. الحاجة دي مهمة جدا للقناة. ولو أول مرة تتابعنا طبعا اشترك في قناتنا وفعل زر الجرس. نشوف يلا كده they ده الفعل. دور على الفعل وحطه بعد الفعل. الفعل هنا اللي هو مين؟ have. يبقى they have، يعني هم لديهم وهم يمتلكون. يمتلكون ايه بقى؟ يمتلكون ملاعب تنس في الحديقه. هو عايز يقول كده. يبقى تنس ايه؟ تنس courts. فين؟ in the park، في الحديقه. طيب في نمبر 2 عاوزني ابدا بايه؟ بشيء. طيب بعد شيء برضو نفس الكلام، حط بعد الفعل الفعل. فالفعل هنا اللي هو practices، معناها ان هي بتتدرب. هي بتتدرب. تتدرب ايه بقى؟ كثيرا. practices a lot. وبعد كده in the summer، في فصل الصيف، عشان بيبقى اجازة وكده. number three what. ترتيب السؤال قلنا كلمة استفهام، بعدها فعل مساعد، بعدها فاعل، بعد كده فعل أساسي اللي هو where. يبقى what do you wear، ماذا أنت ترتدي. لكي، ودي حلينا واحدة شبهها، لكي تلعب to play football، ماذا ترتدي لكي تلعب كرة القدم. برضو السؤال ده كتير قوي ما بيجي في الامتحانات. طيب هداية، هداية بقى ايه؟ عاوز يقول لي is a famous، برضو بتيجي كتير قوي في الترتيب. هداية is a famous تايكوندو player، لعبة ايه؟ تايكوندو مشهورة. اللي بعد كده والاخيرة هنا بقول لي never، ونيفر دي بستخدمها لاعطاء الاوامر بعدم فعل شيء ابدا. ابدا لا ايه بقى؟ never، بيجي بعدها فعل يا اولاد. يبقى never throw، ابدا لا ترمي. يبقى لا ترمي ابدا. never throw ايه بقى؟ garbage، يعني لا ترمي اكيد القمامه اللي هي garbage. طيب ما ارمهاش فين بقى؟ بقول لي ما ترمهاش in or near، او سوري هو ما جابليش هنا، بحسبه جايب نفس الجمل اللي احنا كنا بنحلها فوق. يبقى never throw garbage in a lake or beach. in a lake or beach، يعني ما ترمهاش لا في البحيرة ولا في الشاطئ. تمام. طيب كده انا بكون حليت معاك الاسئلة كلها الخاصة بالتقييم الاسبوعي والاداءات الصيفية والمنزلية كلها الخاصة بالاسبوع الرابع. اتمنى منك بقى ان انت تتفاعل مع الفيديو بلايك وتعليق واشتراك مجاني في قناتنا وتفعل زر الجرس. ولو على الفيسبوك ما تنساش تعمل لنا فولو للصفحه عشان هننزل خلال الايام اللي جايه باقي التقييمات.
وكمان هننزل مراجعة شهر أكتوبر. أشوفكم ده على خير وبالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.